بالتأكيد أن وزارة النقل لها باع كبير في تسويق الزيارات المليونية ومن الزيارة الأربعينية. القطاعات الخاصة في محافظة كربلاء تخضع لإدارة غرفة عمليات كربلاء وبها أكثر من مؤسسة. إحنا واجبنا إيصال المواطنين إلى أقرب أماكن من المرقد المقدس. أيضا هناك تنسيق عالي مع تلك الجهات، نعمل على أن يكون كل عام يعني تذليل لبعض المشاكل ويعني إنهاء هذه المشاكل. أيضا لا ننسى أنه بعض المركبات الخاصة مثل التكاسك وغيرها هذه مو من ضمن عمل وزارة النقل. وزارة النقل يضمن عمل هالقطارات. أيضا شركة العامة حديد عراق تمت إعداد 13 قطار لهذه الزيارة، إيصال المواطنين إلى أقرب نقاط وهذا هدفنا. أيضا عملية التفويج العكسي باعتبار أن التفويج باتجاه محافظة كربلاء المقدسة أكثر سهولة من عملية التفويج العكسي، لأن عملية انتهاء مراسيل الزيارة راح يكون هناك تفويج لملايين الزائرين باتجاه محافظاتهم. هذا بالتأكيد أنه يضيف عبء على وزارة النقل فيما يخص عملية إرضاء هؤلاء المواطنين والزائرين، وهذا جزء من واجباته ونحن نتشرف بهذا الموضوع. نعم. لكن هنالك إجراءات هذه العام راح يتم اتخاذها، وهو إعداد لجان مراقبة وكذلك لجان فنية لمعالجة أي أخطاء، وأيضا هناك تصديق عالي راح يكون من قبل وزارة النقل مع المؤسسات الأخرى.